هنا حنا هاد الطريق هادي كدي من هنايا هادي طريق جوده الرئيسيه. هاد الناس ديال الجماعه فينا هما اللي هاد الناس هاد الحفارين اللي كاينين هنايا وهاد الحاله اللي هنا في الطريق فينا هما الناس ديال الجماعه فينا هما الناس ديال السلطه اللي انهم كيقولوا ان هاد الناس باغيين يوصلوا للبلاد القدام ويزيدوا بها القدام. باش غيزيدوا هاد الناس بهاد الحفاريد اللي كاينين في الطريق؟ راه لا يمكن نزيدوا القدام وحنا ما عندناش بنيه تحتيه. هاد الناس كيقلبوا كيقول لك باغيين يحيدوا السكن العشوائي باغي يديروا خاصهم على الاقل بعدا يديروا بنيه تحتيه صحيحه اللي غتكون موازنه مع الناس ومع مع الادماج ديال الاسكان اللي كاين دابا. كتشوف فيها نتايا حاله مزريه، الطريق كدوزو فيها الصباح والعشيه، كاين الطريق اللي سنوات وهي هكا، يعني يالله تقريبا الشتا كتقدر الشتا ما تبانش لك الحفره كاع كي دايره. حنا الطاكسيه تقريبا ولينا كالحفره كنمشيو على اساس ان حافظها بحال لادريسها بحال الشارع بحال هادي كتهرب عليها على اساس انك عارف ديك البلاصه راه فيها حفره. ما كاينش تغيير، ماشي في هاد البلاصه، راه تقريبا كازا كلها كتعرف هاد المشكل ديال الحفاري وكتلقى حفره حدا هادي دودان، يعني هما كيبادروا يسيبوا دي دودان ما يسيبوش هذيك الحفره، يعني راه مشكل. اخويا الله يهديهم علينا والله يصوب. واش هاد البلاد هادي ما هاد المسؤول هذا ما كيدوش من الطريق ولا كيدوز من شي طريق اخرى ما كايناش، فهمتي؟ واش ما كيشوفوش احنا اللي كنشوفوا هاد الحفاري؟ واش هاد الناس عايشين في شي عالم اخر من غير هاد العالم اللي عايشين فيه حنايا؟ الله يهديهم الله يهديهم والخير فيما اختاره الله. Thanks.